حصل هذا الموقف. انا اقرا القصه يا اخي. المسرح هو عرض المشاكل المشكله وليست اللي يفهمها ان هي دعوه ان ده الدين الصحيح غلطان. انا مش زي الاختيار عرض مسلسل بيقول ان انا بريء وان انا مش عارف ايه، يقصد التوجه السياسي او كده. طبعا التكسير انا بالنسبه لي عكسي بالنسبه لناس كثيرين، فانا في قلم المعلم يعني بعرض المشكله قصه حقيقيه يجب ان نفكر فيها وننقد. It's a comedy. But don't worry, they can't kill you because you're really me. But it is going to hurt for a few days. I'm not going to lie about that. But I don't mean to offend. Now I'm 100% man, but I'm also 100% God. Ha ha, Korea. من أين جئت بهذا الوقوف؟ نحن أديان تؤمن بالعلم وليس الطين الحب على العلم. نحن نبني أكبر كنيسة وأكبر جامع وأكيد أكبر مستشفى وأكيد أكبر مدرسة وأكيد أكبر جامع. نحن أديان تؤمن بالعلم. لما نعرضها في مسرحيه ان حد ناصر المسرح ما بيطالبش ان هو يطلع ملائكه. انت شايفه غلط، قول ان هو غلط. المسرح يعرض المشاكل لكي تفكر. الحساله الصور للكروت ده اللي كان ماسك اكاديميه الفنون المسرحيه غلط، لا يفهم، لا يفقه مسرح، لا يفقه اي حاجه. وفي الاخر عمل بوست، عمل بيان كتير قوي محترم عشان حمايه خلق الكروت، لان اخره حريه التعبير خلق الكروت، لان اخره حريه التعبير خلق الكروت. The power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful. I'm awful. Oh yeah, how am I awful? قائد الناس، كل الناس، واحترامنا لعدم الاعتقاد. طب وانا بقول الكلام ده وانا فاهمه من منظور ايه؟ ديني، مش من منظور حضاري، ثقافي، فكري. لا ده دين بقى. I know. اللي عايز يسلم يسلم، واللي عايز ما يسلمش ما يسلمش، اللي عايز يؤمن يؤمن، واللي عايز ما يؤمنش.
بيتلخصوا في تكريس حقوق الدين على حقوق الإنسان. الجريمة هذه جريمة اجتماعية تشترك فيها الكنيسة والأزهر. أتمنى أن أنا أكون أنا جاوبت كده على السؤال. لو أستاذ أحمد يظهر ويديني السؤال الثاني أو لو في ريمون يدخل. مصر حرة.